حاليا احنا منطقه الاعظميه، منطقه الاعظميه معروفه انه هي ذات طابع سني، اخواننا السني يسكنون بها. نعم. لا لا مجرد صحافه يعني، مو بيناتنا يعني نسوي فيلم. اوكي هسه لحظه جيف مي يور باس يور تيكت سوري. احنا هنا حاليا في الاعظميه مجاوره للكاظميه، يسكنوها اخواننا السنه هنا. مثل ما تشوفون احنا نتحرك براحتنا وكذا، بس حاليا الشباب شكوا بينا وما عرفوا احنا منهم، فرادوا من عندنا انه مين انتم شنو هاي، فشوفناهم الباسبورت. حاليا ماكو مشكله يعني كارت بريس. اي حاليا ماكو مشكله. راح نروح البيت عثمان علي، عثمان علي العبيدي. عثمان هذا الشخص اللي ضحى بحياته من اجل الشيعه، من اجل الانفجار اللي صار قبل كم سنة على جسر الأئمة اللي راحوا به أكثر من 1500 مواطن شيعي. هو كان ينقذهم بل كان سباح، هو فينزل للنهر يطلع الناس ينقذهم يأمن على حياتهم لحد ما أن أنهك تماما وتعب، وبالتالي توفى خطيئة من أجل أخوانا الشيعة. فإحنا نقول ماكو شيء حاليا هاي الأعظمية تشوفوها. أنا مواطن شيعي دا أتمشى بالأعظمية، أصدقائي من الأعظمية حاليا فد شوية لح ننتقل لبيت عثمان، بس إحنا نروح على الشخص اللي وصلنا لعثمان، عفوا الوالد عثمان. قال عني من المنطقة. اي بس ما له علاقة، قال لح اخابر شخص انه يجي يحكي وياكم اخاف تغرب وكذا، بس من قلنا احنا منا من الكوب كذا. مو يخافون. يقول لي قبل فترة اجت وحدة صورت هنا وراها صار انفجار يعني. اي فعلا هو هاي ان شاء الله تخوف مال التصوير كذا، حقهم طبعا يخافون. الاعظمية بعد السقوط مو مثل الكاظمية وبعض المناطق الشيعية، ما ارتاحت ابد. تشوفين هاي الوضعية مال المي وكذا، يعني نيجاتيف صارت، شلون كانت قبل وشلون هسه صارت. عادي والله الجماعة قاموا يسولفون وهم عرفوا الشغلة. شنو ذاري نص الصبح مو قايم هو وين متجه؟ على الجسر، جسر الأئمة. اي على الجسر قام شنو ذول المديوسين اكو بيهم انداسوا على الجسر. صح. قام يصعدوهم بالاخير عايل عج على المي، كان شوف المي متروس جثث دي يطبون يطلعون يعني بعدهم دي حلقة الموت. ذب على الجسر بقع وقف على السيان، كان شيت من فوق، شيت من الجسر، من الجسر من فوق سباح هو كان عارف سباحي قام يطلع. اخر شيء جماعته قالوا له عثمان ترى تعبت في الدور، انت اقعد ارتاح. قال لك شرطه ذولا بعد كل سنه واحد فايت جوا بالماي نازل. قال لك ترتاح مو تروح بيها ترى. قالوا لا ما اروح اني هذا تشيت. صدفه لقيته واحده لابسه عبايه جثيثه وللطب وتطلع، وقريب وصل عليها هزم ما قدر. كانت نزل جماعة شنو ده ينتبهون عليه منتبهين. هو شافه كان شيتوله ما يخابط، رأسا نزلت اللي جوه وظلوا يدورون وين بالموت اللي لقوه، كان يعتوه يطلعوا مسلمها كانت خطية. الله يساعدك عمو، احنا كنا مثل ولدك، كنا عثمان. الحمد لله الحمد لله شكر. كنا عثمان والله العظيم كنا وياك. الحمد لله شكر. هذه الأعظمية وهذه الكاظمية، يعني هاي الصورة تمثل الفاجعة صارت بيومها واللي عثمان هاي ايد ممتدة من الأعظمية وايد ممتدة من الكاظمية، يعني تدل على الوحدة وعدم التفرق اللي صار بهذا الانفجار، انه مو احنا مسويه ولا اي احد مسؤول عنه. اللي سووه ناس ما يريدون الخير للعراق. هاي الصورة تمثل عثمان هو ده يحمل بعض الاشخاص ينقذهم، وهاي الصورة تمثل الزائرين الوافدين من خلال الأعظمية الى الكاظمية. okay.
عم هاي الصوره مال عثمان الله يرحمه. اي هاي الصوره مال عثمان بوقتها جماعه الشعب وحي نور والبنوك جماعه مدينه الصدر. جماعه مدينه الصدر ايضا هم اشتركوا فيها. صح. والجسر هناك يعني هذيك الحاله. اي هذا الجسر هناك سيتيز ذا بريدج من هناك جيد. وين ذي السيارات ذي نزلت؟ اي هناك شهداء العظميه بهاي المقبره مو يعني مال الجسر من جسر من العظميه بس العثمان. اي فعلا بس هاي سنوات الطائفيه اللي صارت والحروب وكذا هي هاي قتلوهم. اي تهجير صار قتل بالعمدي ان انا اقربائي كلها قتلوا لي 25 واحد قتلوا لي كنا عمي انا احكي وياك هم هواي من اقاربي راحوا هذا بالداره يقولهم عرفوه ابن عمته ابن عمتي ايديه سحلوه قتلوه بجيش المهدي دمروه دمر طلقات بعدين شمروه يم الشبكه مالته وفات فقير ناس كسب هاي من الطريف طبعا كانت متنزه يعني اي هاي حديقه كان الناس تونس بيها حديقه كانت الاطفال يجون هنا يلعبون بالمراجيح والعوائل تجي هنا بايام الاعياد بس احنا حتى الاماكن مال الفرح مالتنا تحولت الى مقابر أي حتى اماكن الفرح تحولت الى مقابر يا الله يا الله هاي نانا جيت انكتب نانا؟ اي قبل سنتين كان لقاء صحفي البغدادية جوا شيت عشاب كان يطلعوا لي جماعة كلوكات منو طلعوا لك؟ كلوكات شايلين زي ما تعرف دول منين؟ صعد ابو عثمان هو بقصدكم هو بكبرنا حتى نعرفه صح 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 من هم من العظمية قالوا لك اصعد ابو عثمان عط علي من هناك من العظمية وين اصعد يعني وياهم بالسيارة؟ اصعد اصعد فوق جوا على المي صعدت وصلت لهنا كان يحط المسدس براسي خلي المسدس براسك ويضربني يقول لي افلشر راسك ليش؟ شوف وصلت ابو عثمان انت شوف وصلت ابو عثمان من العظمية ذولا قلت لك ليش؟ لك ليش رفع راسكم اولا؟ أيوة. والعراق كليته ويضرب بيه سبحان الله ما بقى لي يا رب العالمين خلال اسبوع ما ادري اسبوعين يعني. يمكن فوق ال 100 طلقه ضربوه كتله الله هم ثلاثه الاخ ورا شهر كتله والاخ قبل اسبوعين كتله صح صح عثمان من هنا قفز هنا هي الناس كانوا زائرين يتوجهون من هنا من هنا كلها قامت يتوجهون من هنا للكاظميه يقصدون الامام الكاظم شنو كانت هنا كل بلوكات صحيح زجاج. صحيح ناس ضايقه من المكان مالها ناس راحوا اكو حزام ناس والناس خبرت صح وهي صايره المنطقه هاي لحم صحيح هو من هذا هذا شيك من هنا عمو يسألك يقول لك يعني عثمان عثمان مات هو موته راحت الطائفية بس بعد ما مات عثمان أيضا رجعت الطائفية لو عايش عثمان كان يسوى نقولكم على راسي الله يعني هو دخل التاريخ شق التاريخ فتحه بالنص قعد بالنص التاريخ التاريخ عاين على الوضعية الجاية صارت صح يعني لو كان هنا عثمان كان أكيد مرضى على الطائفية طبعا طبعا وهم جماعته 99% من جماعة المذهب الثاني ويموتون عليه صح عثمان صحيح عمو صحيح صحيح أنا أتوقع كان أيضا في دروع حمر له طبعا طبعا لأنه حياته صارت نذر للعراقيين نذر الحياة هو الآلة أخوه أقرباءه هاي مسلم فداية للمسلمين أخوه أنا أتوقع إحنا خيبنا غير عثمان بالطائفية اللي صارت وراه لأن كان بعد حياة عثمان كان ما حد المفروض